اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمه. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفنا يا جماعه على القناه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات اللي بنقدمه على القناه. لو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. مرضى الصدفيه يا جماعه بيستخدموا دواء بيعمل على كبت الجهاز المناعي لمنعه من مهاجمة ورفض الأعضاء المزروعة اللي هي الجرافت ريجكشن. تم الموافقة على استخدام الدواء اللي هكلمكم عليه النهاردة في حالة إن الناس تزرع الكبد اللي هو الليفر ترانسبلانتيشن، أو تزرع كلى اللي هو كيدني ترانسبلانتيشن. وتم كمان اختباره في عمليات زراعة القلب والرئتين وزراعة البنكرياس وزراعة الأمعاء وزراعة النخاع العظمي. علاج الصدفية عشان نبقى فاهمين يا جماعة بيهدف لمنع خلايا الجلد من النمو السريع وإزالة القشور. فنخلي بالنا أن استخدام الأدوية التقيلة جدا علشان أتخلص من مرض الصدفية فيه خطورة جدا على حياتنا. النهاردة هنعرف كل حاجة عن مادة تاكرولين مسمونو هيدريت المستخدمة في علاج مرض الصدفية. خليكم معايا بعد الفصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هي ماده التاكرولين مسمونو هيدريت؟ الماده دي يا جماعه الصيغه الجزيئيه بتاعتها C44H69NO12، الكتله الجزيئيه بتاعتها 804.18 جرام لكل مول. تثبيت او تصنيف الدواء بنعتبره كعامل كبت ومثبط للمناعه، فئه الامراض علم المناعه. الاسماء التجاريه حدث ولا حرج، من ضمنها الباراجراف واحد تركيز 1 ملي جرام و5 ملي جرام. في مراهم بقى بروتوبيك، تريكزيزيماس، تاروليماس، تاكرولين. وده يا جماعه الماده دي بيستخلصوها من فطريات متسلسله تسوكوبانيه. البديل بتاع التاكروليماس بيميكروليماس. طريقه عمله ازاي يا جماعه؟ هو عباره عن منظم للمناعه، بيغير رد الفعل الشاذ للجهاز المناعي، وبيرتبط ببروتين موجود داخل الخلايا يا جماعه اسمه FKBB12، وبيدخل للخلايا اللي اسمها تي سيلز او الخلايا التائيه، ويمنع افراز مادتين التهابيتين يا جماعه اسمهم الانترليوكين والهستامين. بالنسبه للاشكال الدوائيه اللي موجود منها الدواء، موجود منه اقراص وكبسولات ممتده المفعول، وموجود منه كبسولات عاديه، وموجود منه حقن، وموجود زي فوار يا جماعه عشان نحضر منه معلق نشربه عن طريق الفم، وموجود منه مراهم موضعية. بالنسبة للاستخدامات بتاعته، أنا بعتبره أنا بستخدمه كبديل للسايكلوسبورين للمرضى اللي ما بيستجيبوش للسايكلوسبورين وما بيستجيبوش للكورتيزونات الموضعية، وبيستخدم للالتهابات الموضعية وفي مبدأ علاجي بنسميه التكيف الخلوي المناعي الموضعي أو توبيكال اميونو موديوليشن. فبنستخدمه يا جماعه لالتهاب الجلد التاتوبي اللي هو اتوبيك ديرماتيتس، بنستخدمه للاكزيما المعتدله للحاده او الحزاز المسطح، بنستخدمه في ذئبه التهاب الكلى او المتلازمه الكلويه، الناس اللي عندها المرض الرئوي الخلالي، الناس اللي عندها التهاب الكبد بالمناعه الذاتيه، الناس اللي عندها القولون التقرحي، الناس اللي عندها التهاب في العضلات زي مرض الوهن العضلي الوبيل، وفي ناس كمان يا جماعه بتستخدمها في التهاب ملتحمه العين عن طريق قطرات معينه مخصصه لهذا الغرض، وفي كمان ناس بتستخدمها للبهاء مع ان هو من اثاره الجانبيه ان هو بيسبب بهاء. طيب يا دكتور، ايه هي طرق اعطاء الدواء؟ بندي الدواء ده ازاي؟ بنديه عن طريق الوريد يا جماعه، بنديه عن طريق الفم، بنحطه موضعيا على ايدينا. التوافر الحيوي بتاعه بيبقى بنسبه 20%، اول ما تاخده بيتوفر بالدم، بيوصل للدم بنسبه 20%. لكن لو سيادتك واكل اكله دهنيه بيبقى النسبه دي بتقل شويه. الربط البروتين من 75 ل 99%. الاستقلاب او الايض بتاعه بيتم في الكبد عن طريق انزيم اسمه سيتوكروم B3A4. فتره عمر النصف بتاعته المتوسط بتاعها 11.3 ساعه، او في رينج من 4.5 ل 40.6 ساعه. الاخراج بتاعه بيتم غالبا عن طريق البراز. الكبسولات والاقراص ممتده المفعول باخدها بس مره واحده بس في اليوم، اما الاقراص العاديه او الكبسولات العاديه باخدها مرتين في اليوم بس. لازم اخدها يا جماعه على معده فارغه، يا قبل الاكل بساعه او بعد الاكل بساعتين. بالنسبه للمراهم يا جماعه، الاطفال اللي اكبر من سنتين
بدهن لهم مرتين لمدة 3 أسابيع، مرتين في اليوم لمدة 3 أسابيع، بعد كده بمشيها مرة واحدة في اليوم لمدة الفترة حتى موضوع الشفاء. بالنسبة للكبار يا جماعة اللي هم أكبر من 16 سنة، أنا بدهن لهم مرة واحدة وبعد كده بمشيهم لمدة 3 أسابيع، وبعد كده بمشيهم مرتين في الأسبوع، ولازم يفصل ما بينهم من يومين لثلاث أيام بدون علاج. وممكن ساعتها أستخدم الكريمات المرطبة واللوشن المرطب، لكن بعد ساعتين من استخدام هذه المراهم. طيب طريقة الاستخدام إزاي؟ المراهم يا جماعة بنحطها على معظم أجزاء الجسم، الوجه، الرقبة، التجاعيد، المرفقين، الكوعين، الركبتين، ما عدا ما نجيش ناحية الأنف والفم والعين، وما بنغطيش الجلد يا جماعة. طب في حالة سيادتك لو بلعت المرهم عن طريق الغلط مثلا، ما تحاولش انك انت ترجع، لان ممكن في ترجيعك تدخل محاولتك انك انت ترجع تدخل عند الرئتين، يدخل عن طريق الجهاز التنفسي ويوصل الرئتين، ودي تبقى كارثية. حاول تهدى خالص ومش هيحصل اي حاجة. طب لو نسيت الجرعة ما تاخدهاش، خلاص كمل الجرعات بتاعتك التانية عادية. طب لو زادت الجرعة للأسف بيزود الآثار الجانبية. المراهم يا جماعة خلي بالنا ان موجود منها كذا تركيز، يعني موجود منها 1 من 10%، 1 من 10% ده كل 1 جرام من المرهم بيحتوي على 1 ملي جرام من المرهم، وفي تركيز 3 من 100%، كل 1 جرام بيحتوي على 3 ملي جرام. خلي بالكو لو لمس العين لازم نشيله بسرعة يا جماعة ويتشطف بالمية. طب بالنسبة للآثار الجانبية بتاعت الدواء ده، للأسف يا جماعة على الجهاز الهضمي حدث ولا حرج، بيعملك فقدان الشهية، غثيان، قيء، حرقان، ألم بالمعدة، ألم بالبطن، في ناس بيسبب لها إسهال، في ناس بيسبب لها إمساك، بيحصل التهاب في الأمعاء. على مستوى الكلى بيزود لي الكرياتين، بيعمل التهاب في المسالك البولية، بيقلل لي نسبة الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وبيعمل كسرة في التبول. على مستوى العظام بيعمل ضعف وتورم وألم للأطراف، وبنسميها متلازمة الألم الناجم عن الكالسيولين المانع. طب على مستوى الجلد بيحصل احمرار، بيحصل حرقان، بيحصل حكة، بتحس ان الجلد بتاعك دافي، بيحصل زيادة في حساسية الجلد، تحس ان في حد بيشكشكك في الجلد، في وخز بالجلد، في التهاب وإصابة لبصيلات الشعر، لدرجة ان بيصل الأمر إلى طفح جلدي. بيسبب حب الشباب، بيسبب الوردية اللي هو احمرار الوجه والتهاب الجلد الوردي، وبيسبب وزمات على الجلد. بيحصل عدوى للجلد زي القوباء، ودي عبارة عن إصابة جلدية بسيطة بتبقى عن طريق البكتيريا، بتبقى بتظهر في صورة قرح وبثور بالجلد في الأطفال، بنسميه داء الحصف. كمان في حاجة اسمها القوباء الفيروسية اللي هي عبارة عن القرح الباردة نتيجة الإصابة بالهربس البسيط المعمم. كمان يا جماعة بيسبب نمش، عشان كده أنا مستغرب إن هم كاتبين في الاستخدامات بتاعته إنه هو بيستخدم في النمش، لكن هو ما بيستخدمش في النمش لأنه هو من آثاره الجانبية إنه بيسبب النمش، ودي عبارة عن بقع بنية مسطحة بتبقى موجودة على سطح الجلد. حدث ولا حرج الأورام، للأسف بسبب الأورام الليمفية، سرطان الخلايا القاعدية والحرشفية، بسبب الورم الميلانيني الخبيث، بسبب أورام في الغدة الليمفوية. كمان يا جماعة على مستوى السي ان اس الجهاز العصبي المركزي بيسبب صرع، بيسبب صداع، بيسبب صعوبة في النوم، بيسبب تغير في الحالة العقلية، بيسبب رعاش، بيسبب هذيان لدرجة ان ممكن يؤدي الى نوبة من تسمم الاعصاب. كمان يا جماعة نتيجة ان هو بيكبت المناعة وبيقلل المناعة بدرجة شديدة جدا، بيسبب لي جميع انواع العدوى اللي تتخيلوها، بس اهمها ممكن يسبب لي اعراض بتشبه الانفلونزا، عدوى الفيروس المضخم للخلايا، التهاب فيروس اسمه فيروس الاكسجين، التهاب البلعوم الانفي، والاصابه بالفيروس بي كي. كمان يا جماعه الماده دي بتزود الدهون بالدم اللي هو الدهون الثلاثيه، وبتزود ال دي ال اللي هو الكوليسترول السيء اللو دنس لايبوبروتين، كمان بتزود مستوى السكر في الدم. من موانع الاستعمال بتاعه الماده دي يا جماعه الحمل كاتيجوري سي، يعني لازم الفايده بتاعته تتعدى المخاطر بتاعته عشان اقدر استخدمه في الحمل. في الرضاعه بيفرز في اللبن. الناس اللي عندها القرح والجروح الملوثه ما ينفعش احط عليها الكريم ده اصلا او المرهم ده. الاطفال اقل من سنتين ما ينفعش استخدمه. الناس اللي عندها اورام خبيثه بالجلد، يعني زي مثلا في ناس عندها ليمفوما، في ناس عندها امراض وراثيه بالجلد زي متلازمه نيو سيريتون، مرض السمكيه اللي هو عباره عن التهاب واحمرار وتقشير الجلد بالكامل،
في حد عنده ورم في الغدد الليمفاويه، ما ينفعش استخدم المراهم دي يا جماعه. في ناس عندها فشل في وظائف الكبد او ضعف في الجهاز المناعي نتيجه ان رفض مناعي لعمليه نقل الاعضاء، زي واحد كان بيعمل عمليه نقل لنخاع العظم والجسم رفضه رغم استخدام الدواء، فما ينفعش استعمله تاني لانه كده ملوش استجابه في الجسم او مش هيديني التاثير المطلوب اللي انا عايزه منه. التعرض للشمس يا جماعه، او حتى مش الشمس الطبيعيه، او تعرض لاشعه الشمس الصناعيه زي الناس اللي بتروح تعمل تسمير للجلد اللي بتخلي جلدها اسمر عن طريق الاسره الخاصه. انصح لو هتستخدم الدواء ده لازم تستخدم معاه واقي شمسي وتلبسه ملابس واسعه جدا عشان تحمي البشره من اشعه الشمس. وعشان كده يا جماعه ما بينصحش بالعلاج الضوئي اللي بنستخدمه لمرضى الصدفيه مع الدواء ده نهائيا. طيب دكتور، هل في اي تدخلات دوائيه مع دواء تاكروليماس؟ ايوه يا جماعه، في ادويه بتقلل التحلل بتاع التاكروليماس في الكبد، وبالتالي المستويات بتاعته بتزيد في الدم، وبالتالي بتزيد عندي الاثار الجانبيه. طب زي ايه؟ زي دواء اسمه فوزما برينافير، زي ادويه الازول الفطريه زي الفوريكونازول، البوسكا كونازول، الفلوكونازول والكيتوكونازول والاتراكونازول، المسكنات زي الديكلوفيناك، دواء القلب يا جماعه اللي بنسميه الفيرابامين، دواء الطفيليات اللي هو التينيدازول، الالوفيا بتاع المناعه اللي بيستخدموه حاليا لمرضى كورونا وهو اصلا بتاع الايدز وحاليا خرج من البروتوكول الرسمي بتاع منظمه الصحه العالميه لعلاج الكورونا، اللي بيحتوي على مادتين لوبينافير وريتونافير، بعد كده دارونافير، سيروليماس، عندنا داستانيب، كاسبوفانجين، دروني دارون. كل الادويه دي يا جماعه ما ينفعش تتاخد مع التاكروليماس لان بتقلل التحلل بتاعه في الكبد، وبالتالي هتزود مستويات التاكروليماس في الدم، وبالتالي تزيد الاثار الجانبيه بتاعته. عندنا كمان ادويه بتقلل مستويات التاكروليماس في الدم زي الهايبركام والاترافايرين. عندنا ادويه لو اتاخدت مع التاكروليماس يا جماعه بتزود الضرر بتاع الكلى زي التينو فوفير، الانفوتريسين بتاع الفطر الاسود، جاني سايكلوفير، فالجاني سايكلوفير، انتيكافير بتاع الكبد، ايدي فوفير، وتلبي فودين. الادويه دي يا جماعه من الادويه اللي بتقلل مستويات التاكروليماس في الدم، وبالتالي مش هحصل على التاثير المطلوب. عندنا ادويه الماكروليتس زي الاريثروميسين والازيثروميسين والكلاريثروميسين. الادويه دي يا جماعه نوع من المضادات الحيويه بتزود مستوى التاكروليماس في الدم، والتاكروليماس بيزود مستويات الماكروليتس الانتيبيوتيك يعني دي في الدم عن طريق اليه البروتين السكري للدفق اللي هو بنسميه البي جلايكوبروتين MDR1. كمان يا جماعه ما ينفعش اخده التاكروليماس مع دواء اسمه بوسنتان، بيزود الاثار الجانبيه بتاع الدواء بوسنتان مع دواء اسمه كلوفا رابين. الدواء ده يا جماعه لو خدته مع التاكروليماس بيعمل ضرر للكبد، فخلال فتره العلاج اللي بتستغرق 5 ايام يا جماعه لازم افحص او اراقب وظائف الكبد لو انا اضطريت ان انا اخده. في دواء تاني اسمه دواء بيموزايد. الدواء ده يا جماعه لو انا خدته مع التاكروليماس بيعمل اضطرابات قلبيه خطيره زي اضطرابات التنظيم بتاعه القلب اللي هي اطاله فتره الكيو تي، عشان كده لازم لو انا اضطريت ان انا ادي الدوايين مع بعض لازم اعمل مراقبه لعمل القلب. ادويه الحموضه يا جماعه زي سايميتيدين بتقلل الامتصاص بتاعه التاكروليماس، فلو انا اضطريت اخد معاه ادويه حموضه لازم افصل بينهم بساعتين على الاقل. الامينوجلايكوسايدز يا جماعه زي الاميكاسين، البروموكريبتين بتاع تنشيف اللبن، الكربامازيبين والفينيتوين بتوع الصرع، الكارديزيم والكلورامفينيكول كمضاد حيوي، السيسابرايد ونبتة سانت جون اللي هو سانت جون وورد، كل دي من الأدوية اللي بنقيد استخدامها مع مادة التاكروليماس. للأسف يا جماعة الاستخدام العشوائي بتاع الأدوية خطير جدا. الأدوية ليست للدعاية ولكن الأدوية للتوعية. نخلي بالنا مادة زي التاكروليماس مش مستاهلة خالص ان هما تتوصف لمرضى الصدفية، خاصة في ظل المخاطر الكتيرة اللي احنا قلنا عليها جدا. بنقتصر ان امتى استخدم مادة التاكروليماس؟ استخدم مادة التاكروليماس للعين لما تكون الصدفية قريبة جدا من العين، ساعتها انا بستخدمها على مساحة محددة جدا، وبالتالي ساعتها مش هتحصل الاثار الجانبيه الكتير او احتماليه حدوث الاثار الجانبيه دي هتبقى قليله جدا. ولكن التاكروليماس كدواء او كحقن او كاي او حتى ككريم غير فعال خالص
للمرضى الصدفيه ولا نحبذ استخدامه بسبب الاثار الجانبيه الكتير. الاستخدام العشوائي للادويه يا جماعه ممكن ينتهي بينا بكوارث. الاستخدام الادويه للطوارئ، الادويه وجودها امان ليا ان في الحاله الطارئه اتدخل واديها، ولكن للطوارئ فقط. الادويه للتوعيه وليست للدعايه، ما تصدقوش اي حد بيطلع يعمل دعايه للادويه. افهموا الدواء صح. اتمنى ان الرساله تكون وصلت لكل الناس. اتمنى لو عجبنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخصيص بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش شير القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا ليكم، كنتوا في قناه صحه وتخصيص، كان معكم دكتور حنس حشمت. الف سلامه.